السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. كما كتلاحظوا راني في ليدل، جيت نشوف الجديد اللي جابوا اليوم. بقاو معايا. واول حاجه غادي نمدح لكم هي هاد الانارات اللي كيمشيو كتلصقهم بحال هكا في المرايه، ولكن الثمن ديالهم ما حطوش هنايا. ودخلوا حتى هاد الاغلفه نتاع الاغطيه نتاع السرير نتاع الاطفال، راه تقدروا ديروه على جوج جهات، اما على هاد الجهه اولا على هاد الجهه، حيت الجهات مختلفين. كاين هاد الرسوم، الوساده فيها 80 على 80 سنتيم، الغلاف فيه 135 على 200 سنتيم. كاين هذا، كاين هذا نتاع هالو كيتي، حتى هو كيتقلب على جوج جهات. كاين نتاع هاد الرسوم باتمان، هادو هما الاشكال. كاين هذا، الثمن ديالهم 19 أورو 99 سنت. وكاينه هادي، هاد تيش لامب اللي خدامه بالكهرباء، الثمن ديالها 9 أورو 99 سنت. وكاينين هاد الاغطيه، هذا فيه 155 على 220 سنتيم، هذا فيه جوج طايل اللي فيه، الثمن ديالو لهذا 29 أورو 99 سنت. وكاين هذا، راه كاين اختلافات على السنتيمات، هذا فيه 135 على 200 سنتيم، الثمن ديالو 24 أورو 99 سنت. وجابوا حتى هاد المكنسة الكهربائية، هذه كتنظف الحاجة السائلة والحاجة اللي كتكون تاع الغبرة اللي هي جافة، تاع هاد الماركة. وكاينة حتى هاد الساعة، اللي منا كتعطي لكم الساعة وحتى الدرجة نتاع الغرفة، وكتعطي حتى الساعة هكا في الحيط خدامة بالحجيرات، الثمن ديالها 12 أورو 99 سنت. ودخلوا هاد المناديل اللي في الباكية فيهم جوج، هاك المناديل كنمسحو بيهم هكا المواعن، كاين هاد الشكل، وكاينين هادو، كاين هذا نتاع اللون الكري، هذا حتى هما مناديل ولكن دايرين بحال فوات التوب ديالهم، حتى هما فيهم جوج، كاين فيهم هذا اللون وكاين فيهم هذا، اللي الثمن ديالهم 4 أورو 99 سنت. وكاينه هذه الكاشه، هذه البنات راه هي ثقيله بزاف، شفت عاد الوزن ديالها، فيها 6.5 كيلو. هذه الكاشه ما عرفت علاش كيديروا بحال هكا، كاين فيها اللون الكري واللون الازرق، الثمن ديالها 39 أورو 99 سنت، اللي فيها 135 على 200 سنتيم. ودخلوا اليوم حتى التلفازة تاع هاد الماركة، غادي نوري لكم دابا الاسم تاع الماركة، هذا هو الاسم ديالها اللي كان ب 699 أورو، رجعوا 339 أورو. وكاينين حتى هاد الوسادات، هادو اللي كيجيو هكا شويه مستطيلين، اللي فيهم 40 على 80 سنتيم، هادو نتاع النوم، الثمن ديالهم 4 أورو 99 سنت. وكاينين هادو اللي كيجيو مربعين وكبارين، اللي فيهم 80 على 80 سنتيم، الثمن ديالهم 8 أورو 99 سنت. ودخلوا حتى هذا زوين البنات، حيت راه هو عندي، غادي نوري لكم هاد البونش اللي هو كيتطوى كيولي بحال هكا، اولا كيولي بحال الكرسي، ولا الى الواحد بغى ينعس كيبسطو بحال هكا، خصوصا اللي عنده هكا ما عندوش البلاصه، اولا كيجيو عنده بزاف الضياف كيباتو. هذا بصراحه عملي بزاف، اللي فيه 190 على 65 على 8.5 سنتيم، الثمن ديالو 34 أورو 99 سنت. واما في الملابس، راح تجابوا هاد البيجامات نتاع الرسوم تاع ديزني، كاين اما هذا نتاع البنيتات، وكاين حتى هذا نتاع البنيتات، الشورت مع التيشيرت، الثمن ديالو 4 أورو 99 سنت، اللي كان ب 6 أورو 99 سنت. وبنفس الطريقه اللي داروا في البنيتات، داروه في الوليدات، بيجامات نتاع ديزني فيه الشورت مع التيشيرت، كاين هاد الرسوم، كاين هذا نتاع سبايدر مان، كاين هذا، الثمن ديالهم حتى هما بنفس الطريقة ب 4 أورو 99 سنت، اللي كانوا ب 6 أورو 99 سنت. وكاينين هاد البيجامات اللي هما نتاع الوليدات، اللي هما في السن شوية كبير، كاين هاد الشكل، وكاين هذا،
الثمن ديالهم 5 أورو 99 سنت. وجابوا البيجامات نتاع النساء، كيجي هكا تيشيرت مع الشورت، كاين اما هذا اللون او لا هذا، وحتى الاشكال كتختلف. وكاين اللون الازرق، الثمن ديالهم 5 أورو 99 سنت. وكاين حتى البيجامات نتاع الرجال، الشورت مع تيشيرت، كاين اما هذا الشكل او لا هذا، الثمن ديالهم 6 أورو 99 سنت. وجابوا هادو، هادو راهما ماركة معروفة، هاد التريكويات نتاع الرجال دارو فيهم تخفيضات، كاين فيهم هاد اللون، اللون الكري واللون الأسود، هادو كانوا ب 39 أورو 95 سنت، رجعوا ب 19 أورو 99 سنت. وراه كاين فيهم حتى السراول ديالهم كيتباعو بوحدهم، هادو بنفس الألوان رجعوه ب 14 أورو 99 سنت. وبنفس الاسم جابوا حتى لي جانسات هادو نتاع النساء نفس الماركة، هادو كانوا ب 34 أورو و95 سنت، رجعوه ب 14 أورو 99 سنت، وفيهم الألوان، فيه الكري وهذا اللون الأسود. وكما كتلاحظوا هادو هما الأشياء اللي جابوا اليوم ليدل. غادي نخليكم في أمان الله إن شاء الله في شي فيديو مقبل بحول الله.